السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة فيديوهات ومحاضرات عن البولي تروما بيشنت. خلاص هنتكلم عن الأدفانس تروما لايف سبورت، نتكلم على كل حاجة ريليتد للبولي تروما بيشنت، الانتيوبيشن والايروي مانجمنت بتاع البولي تروما بيشنت، بس في سلسلة فيديوهات. النهاردة أول فيديو لينا هنبدأ بارت 1 عن الـ ATLS Framework، هنتكلم على البريوريتي ان مانجينج البولي تروما بيشنت، البرنسبل اوف برايمري سيرفي وريسستيشن، هنتكلم على الكاتاستروفيك هيموريدج مانجمنت والريسستيشن بريوريتي لما يكون في ماسيف هيموريدج وريسستيشن، نتكلم على الدامج كنترول ريسستيشن والدامج كنترول سيرجري، والليسال تريات بتاع التروما ازاي اعمل لها بريفنشن وتريتمنت، والميكانيزم بتاع البريفنشن والتريتمنت بتاع الاكيوت كواجلوباسي والهايبوثيرميا في تروما. تمام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا، واتمنى اللي يستفيد حاجه يدعي لي ويدعي لوالدي ووالدتي بجنات الفردوس الاعلى بدون حساب ولا سبق ولا عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاي تي ال اس فريم ورك كونسيدر الانيشال مانجمنت انتو فور فيسز، البرايمري سيرفي، ريسستيشن، السكندري سيرفي، والديفينيتيف كير. البرايمري سيرفي والريسستيشن اللي هم الفيرست تو فيسز كاريد اوت سيمالتينيسلي during which there is multidisciplinary discussion and planning for next step of patient care. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعمل البرايمري سيرفي زي ما كلنا عارفين في الاي تي ال اس برايمري سيرفي اللي هي اي بي سي دي اي ابروتش، وهنغير الكونسبت ده دلوقتي بعد شويه، بس احنا عارفين ان الاير واي والبريزن والسيركيليشن والديسابيليتي والاكسبوجر. انا بعمل في البرايمري سيرفي بعمل رابيد اسسمنت وايدنتيفيكيشن لللايف ثريتنينج كونديشن واعمل لها ريزولف، ولازم في نفس الوقت بعمل ريسستيشن. يعني انا مثلا سي ان انا جيت اعمل الاير واي اسسمنت لقيت في الاير واي اوبستراكشن في الاير واي او في سكريشن وديبريز، فلازم اعمل سكشن الاير واي واحط اورال اير واي عشان كيب الاير واي اوبن بيتنت بروتكتد. يعني انا لقيت في حاجه لايف ثريتنينج عملت انترفين معاها وبدات اعمل لها ريزولف او مانجمنت. مثلا لقيت الشيست وانا بعمل بارتيشن للشيست في البريزنج لقيت في هايبر ريزونانت وليميتد شيست موفمنت وليميتد اوسكالتيشن على ناحيه من الشيست سسبكت نيومور سوركس، اعمل نيدل ديكومبريشن، نيدل ديكومبريشن للنيومور سوركس وهكذا. يبقى انا بعمل رابيد اسسمنت وايدنتيفاي وريزولف اي لايف ثريتنينج كونديشن. تمام، يبقى انا في البرايمري سيرفي لو لقيته انتكت وكويس وخلصته ابدا اللي بعده نيكست ستيب اللي هي السكندري سيرفي. طب لو لقيت في حاجه في البرايمري سيرفي او البرايمري سيرفي نوت انتكت يبقى ستوب انترفين وبعد كده ريستارت البرايمري سيرفي تاني. يعني انا حطيت الاورال اير واي مثلا لقيت في اوبستراكشن في الاير واي وفي سكريشن، عملت سكشن وحطيت الاورال اير واي، اتشيك الاورال اير واي بقى الاير واي هل هو اوبن وبيتنت وبروتكتد ولا لا تاني، وبعد كده اروح للي بعد في البريزنج كده وهكذا. خلاص، وفي الفتره دي بيبقى في مالتي ديسيبلينري تيم في البلان بتاع النكست ستيب بتاع البيشنت كير. هل هودي البيشنت للاو ار عشان اعمل مثلا دامج كنترول ريسستيشن، او اودي البيشنت للسي تي احط ادمت للاي سي يو ولا الور، ده عن طريق المالتي ديسيبلينري تيم وعن طريق الفايندنج في ديورنج البرايمري سيرفي والريسستيشن. تمام، ديورنج البرايمري سيرفي مهم جدا ان انا سسبكت اكتفلي لوك فور شوك وهيمرج، دي اهم حاجه بالنسبه لي في اكتف او لايف ثريتنينج بلاد لوس ولا لا، واعمل لها ستوب. السكندري سيرفي نوت ستارتد unless patient has been adequately resuscitated وستابيلايزد. انا لازم اعمل البيشنت عشان ابدا السكندري سيرفي لازم البيشنت يبقى ويل resuscitated وستيبل. ما فيش حد يقول لي مثلا ايه البيشنت شد وعايزين ناخده نعمل سي تي بسرعه، لا يبقى بسرعه اعمل رابيد اسسمنت وريسستيشن للبيشنت، ولما يبقى ادكواتلي ريسستيتد وستابلايز نبدا السكندري سيرفي. طب وات ار ذا بريوريتي ان مانجمنت مانجينج البولي تروما بيشنت؟
المالتيبل تروما او البولي تروما بيشنت عنده مالتيبل لايف ثريتنينج انجريز، منها السيرفيكال سباين انجري، النيورولوجيكال والثوراسيك والانترا ابدومينال انجريز، اللونج بون فراكشر. كل دي بالنسبه للبولي تروما بيشنت لايف ثريتنينج انجريز لازم بركز عليها واشوفها واعمل لها انترفنشن. البرايمري سيرفي زي ما قلنا المين بتاعه ان انا اعمل رابيد اسيسنج identifying and resolve life threatening injuries in order of priority. البروسيس دي begin من اول البري هوسبيتال انفايرمنت، continue in the emergency department theater والاي سي يو. تمام كده، تعالوا بقى نبدا البرنسبل اوف برايمري سيرفي والريسستيشن. تراديشنالي احنا كنا واخدين على ان الاي تي ال اس ابروتش اللي هو فولو الاي تي ال اس ابروتش اللي هو اي بي سي دي اي ابروتش، لقوا ان الاميديت، بس ريسنتلي لقينا ان في الاميديت بري هوسبيتال انفايرمنت الفيرست بريوريتي كانت لكنترول الكاتاستروفيك هيمرج. ليه؟ لان انا لو اي لايف ثريتنينج بليدنج هيعمل ديس، هيؤدي للديس لو انا ما عملتوش اكتف مانجمنت وستوبج. تمام، يبقى انا دلوقتي الكونسيبت اتغير ل سي اي بي سي دي اي اللي هي فيرست كنترول كاتاستروفيك بليدنج بيفور كنترول السيرفايكال سباين كنترول اند اير واي بريزنج سيركيوليشن ديسابيليتي اكسبوجر. لو ان ده بيحسن السيرفايفل والجود اوت اوف جود اوت كاب لو حتى ده بدا في الاميديت بري هوسبيتال انفايرمنت. تعالوا نقولهم بسيط كده ونركز بقى على الموضوع بتاعنا النهارده. السي اللي هي الكاتاستروفيك هيمرج كنترول، ولو عن طريق دايركت بريشر على او يوزنج تورنيكي اوقف البليدنج، وهنقول دلوقتي ازاي لو اكسترنال هيمرج نعمل له كنترول. الايه السي كمان من ضمنها السيرفيكال سباين كنترول، الايه سيرفيكال اير واي والسيرفيكال سباين كنترول عن طريق منتين الاير واي زي ما قلنا اوبن بيتنت بروتكتد، وكنترول السي سباين عن طريق مانوال ان لاين ستابيلايزيشن كولر بقى بحيث ان انا امنع السيرفيكال اتش سيرفيكال سباين اتش. البي البريزنج ايدنتيفاي اند تريت شيست انجري تو انشور اوكسجينيشن وفنتيليشن. السي سيركيليشن identify causes of shock and treat appropriately. دي اللي هي disability نقصد بيها اللي هي الجلاسكوما سكور. perform rapid assessment of neurological function. الاي اللي هي الاكسبوجر اعمل ensure full exposure of the patient بس prevent ان البيشنت بتاعي يدخل في هايبوثير. تمام كده، تعالوا بقى نتكلم النهارده على البريوريتي بالنسبه لنا. الاميديت بري هوسبيتال زي ما قلنا انفايرمنت لقينا ان الفيرست بريوريتي ان انا تراي تو كنترول الكاتاستروفيك هيموريدج، عشان زي ما قلنا لايف ثريتنينج بليدنج هي ليد تو ديس unless promptly treated. طب يعني ايه ميجور هيموريدج؟ الميجور هيموريدج هاز بين ديفايند باي فاريوس كرايتيريا. في الادلت اقدر اقول البيشنت في ميجور هيموريدج لو اني لايف ثريتنينج بليدنج أو loss of one circulating volume in 24 hour period. بالنسبة للobstetric patient لو loss of 1500 ml blood أو requirement of more than 4 units of red blood cells والدروب في الهيموجلوبين أكتر من أو يساوي 4 جرام. ده معناه في الobstetric إن أنا بدأت أدخل في major hemorrhage. البيدياتريك patient الـ actual أو anticipated blood loss 40 مللي per kg of blood، ده لو lost يبقى أنا كده في major hemorrhage بالنسبة للـ pediatric patient. طب الـ management بتاع الـ catastrophic hemorrhage إيه؟ الـ aim بتاعي والـ optimal management of major hemorrhage إن أنا aiming إن أنا stop الـ blood loss with concurrent resuscitation. يعني انا بعمل ستوب للبلاد لوس وفي نفس الوقت بعمل resuscitation واعوض منتين الانترافاسكولار فوليوم واعوض البلاد لوس ده. طب البليدنج ده البلاد لوس او البليدنج ممكن يبقى يا اما external bleeding او internal bleeding. لو هو external bleeding sequential management of external bleeding start to use elevate الليم ودايركت بريشر، او اعمل indirect للبروكسيمال artery indirect pressure للبروكسيمال ارت. لا هم بيعملوا بلايند كلامبنج للفيزل اللي بيبليد
بيعمل تروما للسراوندنج تيشو وتروما للفيزل نفسه. فقال لك مادام البليدنج بيكونترول بالدايركت بريشر ده احسن، يا اما عن طريق الدايركت بريشر او اندايركت بريشر على البروكسيمال ارتري، يا اما عن طريق التروما بريشر دريسنج برضو اقدر اعمل هيموستيزس واستوب الاكسترنال بليدنج او التوبيكال هيموستاتيك ايجنت او ابلكيشن اوف تورنيكي. قالوا ان احنا ما احطش تورنيكي الا لو فيلد الدايركت بريشر، لان لو الدايركت بريشر فيلد تو كنترول البليدنج ابدا احط تورنيكي. منها ان انا احط مثلا بلفيك بايندر في حاله البلفيك فراكشر عشان اقلل الموبيليتي بتاع الفراكشر بون في البلفيك بون واقلل الاماونت اوف بلوكس. طب وات اف انترنال بليدنج، لو البليدنج ده عندي انترنال بليدنج هعمل دامج كنترول ريسستيشن، ولو البيشنت محتاج دامج كنترول سيرجري هعمل له دامج كنترول سيرجري. الدامج كنترول سيرجري الايم بتاعه ان انا اعمل الليست مانوفر اللي يلحق البيشنت ويعمل لايف سيفنج لوك من غير برلونجد انترفنشن. يعني مثلا لو في لونج بون فراكشر وفي بليدنج بتاع اقدر اعمل اكسترنال فيكسيشن بدل ما اعمل انترنال فيكسيشن لغايه اما البيشنت وادميت البيشنت للاي سي يو لغايه اما يبقى تو بي ستابلايزد، وبعد كده ارجع بقى اعمل الانترنال فيكسيشن لما البيشنت يبقى هيموداينامك ستيبل وريسستيتد كويس ويبقى فايتال ستيبل. مثلا حالات الفاسكولار انجري ممكن اعمل شنط بدل ما اعمل دايركت انستيموزس واخد مثلا 3 4 5 6 ساعات في السيرجري والعيان هيموداينامك مش مستحمل ويدخل مني في سكند اورجان دامج، فاعمل الليست مانوفر وبعد كده اعمل الاكتيف مانجمنت بعد الاستابيلايزيشن بعد الاي سي يو ادميشن وبعد كده اعمل الاستابيلايزيشن. ده الفكره من الدامج كنترول سيرج. طب الدامج كنترول ريسستيشن، انا حته الدامج كنترول ريسستيشن دي عملوها ليه؟ لان انا تراديشنال التراديشن ابروتش ان احنا نعمل او ندي لارج اماونت او لارج فوليوم في ايزوتونيك سالاين للشوك بيشنت او البيشنت اللي في شوك او هيموراجيك شوك، ان انا اديله اعمل ريسستيشن لارج فوليوم اوف ايزوتونيك سالاين، ده كان بيعمل لي مشاكل كبيره جدا في العيان من في البيشنت بتاعي. منهم ان انا ادخل في اي ار دي اس اكيوت لانج انجري هايبر بولاريميك ميتابوليك اسيدوزس، والبيشنت اصلا عندي بيبقى في ميتابوليك اسيدوزس من الشوك والهايبو بيرفيوجن، فاللارج اماونت من الاي في فلويد سالاين بيزود لي الميتابوليك اسيدوز دي وبيعمل ورسنج الكونديشن اكتر وقت. ايفن حتى اما بدي لارج اماونت اوف بلاد عشان الريسستيشن الاي في فلويد الاي في بلاد بلارج اماونت، لانه بيعمل برضه مشاكل كتيره منها الكواجلوباسي منها الالكترولايت ديستربنس الهايبوكالسيميا هايبركاليميا الهايبوثيرميا الكواجلوباسي، كل دي بتعمل لي مشاكل. فعشان كده وصلنا للاستراتيجي ان انا احط استراتيجي للكيرنج اوف هيموراجيك شوك ان ذا سيفيرلي تروماتايزد بيشنت، ده انتندد للبيشنت اللي السيفير هيموراج نيسيستيت ترانسفيوجن اوف لارج فوليوم اوف بلاد وبلاد بروث. الايم بتاعي ايه من الاستراتيجي دي؟ ان انا هيلب افويد وديمينيش الليسال تريات بتاع التروما. ايه هم الليسال تريات بتاع التروما؟ الاسيدوزيس هايبوثيرميا الكواجلوباس، وهنتكلم عنهم دلوقتي ان ديتيلز، بس نخلص الدامج كنترول ريسستيشن ونقول بقى ان ديتيلز كل واحده هاو تو افويد. عشان كده توصلوا للكنترول ريسستيشن او الهايبوتنسيف ريسستيشن او البيرميسيف هايبوتنشن. طب ده الجول منه ايه؟ انا اما اجي اعمل ريسستيشن للبيشنت الجول بتاعي ان في الريسستيشن ان انا اعمل ريستور الاورجان بيرفيوجن ومنتين التشو اوكسجينيشن، بس لقوا ان في الحالات اللي هي في البنتريتنج تروما اللي فيها هيمرج لما بعمل ديلينج للاجريسيف فلويد ريسستيشن لحد ما اعمل ديفينيتيف كنترول للهيمرج ده بيقلل لي الاديشنال بليدنج، وده كان كويس جدا للبيشنتس وبيعملهم بيمبروف الاوتكم. يبقى انا ما اعملش اجريسيف
يعني لما لقوا ان انا ما اعملش اجريسيف فلويد ريسستيشن وادي فوليوم اوفرلود للبيشنت وازود الفاسكولار بتاعه الفاسكولار فوليوم بتاعه لحد ما اقدر اعمل كنترول للهيمرج، لقوا ان ده بينيفيشال للبيشنت وبيمنع الاديشنال بليد. ولو البيشنت فيه لان لو البيشنت اما بدي اي في فلويد وادي بلاد وادي فازو بريشر، لقوا ان انا بزود البلاد بريشر بتاع البيشنت رابيدلي قبل ما اعمل، وده لو زاد قبل ما اعمل كنترول ديفينيتيف كنترول للهيمورج ده بيزود البليدنج اكتر واكتر. عشان كده giving او administering excessive crystalloid solution can be harmful. بس برضه في نفس الوقت الفلويد ريسستيشن وافويد الهايبوتنشن ده مهم جدا جدا في حالات الانيشال مانجمنت بتاع بيشنت ويز بلانت تروما، especially في التروماتيك برين انجري. ليه؟ انا في التروماتيك برين انجري بيشنت انا مهم ان انا مينتين السيريبرال بيرفيوجن بريشر عشان امنع السكندري برين انجري. طب ده انا محتاج في التروماتيك برين انجري ان انا اكيب السيستوليك بلاد بريشر عالي شويه من 100 ل 110 عشان اقدر ازود البرفيوجن للبرين والسيربرال برفيوجن بريشر مينتين، ومحتاج ان انا اخلي المين ارتيريال بلاد بريشر فوق ال 80. طب وبرده في حالات مثلا الكرونيك هايبرتنشن والانكنترولد هايبرتنشن، العينين الادابتد على الهاي بلاد بريشر، ما ينفعش اعمل لهم بيرميسيف هاي بوتنشن واقلل لهم السيستوليك بلاد بريشر عشان اقلل البليدنج، فكده هقطع البلاد سبلاي عن البرين وهقلل البرفيوجن للتيشو، رينال برفيوجن والسيريبرال برفيوجن، دول اهم اورجان عندي حافظ البرفيوجن عندهم. طب برضو انت كده لخبطتينا، طب ندي ولا ما نديش؟ من هنا طلع الكونسبت بتاع البالانسد ريسستيشن. تمام، انا لما بدي فلويد للبيشنت البيشنت مالوش الا سكه من 3 سكه، يا اما الاي في فلويد والبلاد اللي هديه ده هيحسن البرفيوجن ويحسن السيركيليشن والهيمودينامكس بتاعه ويبقى كده فلويد ريسبوندر، يا اما مش هيستجيب خالص ويبقى فلويد نون ريسبوندر، يا اما هيستجيب وبعد كده هيرجع ديتيريوريشن. والبيشنت جروب دول هم دول اللي محتاجين ان انا اشوف الكوز بتاع الشوك ايه واصلح الكنترول السورس بتاع الهيمرج وادور على الكوز بتاع الشوك واصلحها. فاحنا طلعنا بان احنا نعمل كيرفول بالانسد ابروتش with frequent re-evaluation is required. يعني انا بعمل بالانسنج بين الجول ان انا اعمل organ perfusion و tissue oxygenation وان انا اعمل avoidance of free bleeding. ازاي؟ عن طريق accepting ان انا lower than normal blood pressure، مش باخر الريسستيشن او بديلي الريسستيشن، لا انا بعمل ريزنبل ريسستيشن بدي بولاسز واشوف الريسبونس بتاع البيشنت وكيب البلاد بريشر على لو نورمال سيستوليك بلاد بريشر من 80 ل 90 مليمتر مركري لحد ما اعمل ديفينيتيف كنترول للسورس بتاع البليدنج وابدا بقى اعلي البرفيوجن بتاع ده. لقوا ان الريسستيشن استراتيجي دي بريدج but not substitute for definitive surgical control of bleeding، يعني لازم اعمل surgical control of bleeding. ولقوا انه برضو ال early resuscitation with blood و blood product must be considered لو ال patient في evidence of plus 3 او 4 hemorrhage، وان ال early administration of blood product at low ratio of packed RBCs و plasma and the platelet can prevent the development of coagulopathy and ثرومبوسايتوبينيا. تمام كده؟ طب الريسستيشن بريوريتي ديورينج ماسيف هيمرج اند ترانسفيوجن مهم جدا. لو بدا عندي ماسيف هيمرج او انا ان نيد اوف ماسيف بلاد ترانسفيوجن ان انا يبقى عندي اديكوات ستافينج اند اسيستنس، مهم ان انا كول فور هيلب كول فور اديشنال سينيور سيرجيكال اند انستيزيا هيلب. لازم اخلي واحد فيهم او نومينيت ا كرايسيس ليدر، الليدر ده هو اللي بيمانج واساين رول بتاع كل الاستاف الموجودين. والموست امبورتنت بقى ومانداتوري وفايتال ان انا نوتيفاي البلاد بانك، لازم اكلم البلاد بانك وديكلير ان انا عندي النيد فور ماسيف بلاد ترانسفيوجن من خلاله. اول لما بعمل نوتيفيكيشن للبلاد بانك، البلاد بانك بيوفر ستاف عشان
الكروس ماتشد وساوينج بلاد برودكت تبقى ان ريدي فور يوز. مهم جدا ان انا احدد رانر عشان توبتين البلاد والبلاد برودكت من البلاد بانك، واجيب اديشنال ستاف تو تشيك وادمنستر البلاد برودكت از ذي ارايف، واديشنال سيتر ستاف تو سيت اب الكي اكويبمنت. يبقى البيرسونال والاديكوات ستاف واسيستنس مهم جدا في الماسيف هيمرج. مهم في الماسيف هيمرج مانجمنت ان انا منتين السيركيولاتوري فوليوم. تمام، انا اما بدي التريتمنت بتاع الانيميا او منتين السيركيولاتوري فوليوم بيحسن لي البرفيوجن ويمنع لي الشوك ويمنع الريفرسبل كوزز بتاع الليثال تريات بتاع التروم. فانا لما بدي لما يبقى يحصل هيموريدج لازم اوبتين رابيد سورس كنترول بتاع الهيموريدج، سواء عن طريق الدامج كنترول سيرجري زي ما بنقول اندوسكوبيك او انترفينشن راديولوجي، ان احنا نعمل مثلا زي لو في بلاسنتا بريفيا وجايه في اكتيف اتاك ممكن ندخل بالانترفينشن راديولوجي الاول نعمل يوتراين ارتي امبولايزيشن سيلكتيف انترنال اليات ارتري امبولايزيشن، وبعد كده ندخل في للسيرج يقلل الريسك بتاع البلاد لوس. immediate a request 3 يونت باكت ار بي سيز. لو ما عنديش كروس ماتشد بلاد بستخدم او نيجاتيف ايمرجنسي بلاد. تمام، احط وايد بور كانيلا 3 4 وايد بور كانيلا كده، مش شرط في اما يبقى عندي ماسيف بلاد لوس اركب سنترال لاين، مش مانداتوري. لو انا عندي 3 4 وايد بور كانيلا 14 ل 16 جيج يبقى انا حلو جدا اقدر منها ادي رابد اي في فلويد للكريستالويد لحد ما البلاد يجي. طب انا ادي نورمال سالاين ولا ادي رينجر لاكتيت؟ وادي كريستالويد ولا ادي كولويد؟ لقوا ان الاستاديز راندمايز كنترول ترايلز اتعملت لما لقوا ان انا بدي كولويد في البري هوسبيتال انفايرمنت ده بيعمل وورسنينج للكونديشن اوف فيري بور اوت كم. يبقى الكريستالويد احسن من الكولويد. طب الكريستالويد ادي نورمال سلاين ولا ادي رينجر لاكتيت؟ لقوا ان انا ادي بالانسد كريستالويد ده احسن اوف جود اوت كم. ليه؟ النورمال سلاين لما بدي لارج فوليوم منه بيعمل لي هايبر كولاريميك ميتابوليك اسيدوس، والبيشنت اصلا بتاع الشوك عندي بيبقى عنده هايبر بيرفيوجن ولاكتيك اسيدوزس وعنده ميتابوليك اسيدوز، فاللارج فوليوم بتاع النورمال سلاين بيورس الكونديشن. فلقوا ان انا ادي وورم رينجر لاكتيت افضل من الـ من النورمال سلاين والبالانسد، يعني بالانسد كريستالويد ادي قد ايه لحد 2 لتر وبعد كده ابدا ادي البلاد. لكن لو العيان لو البيشنت عندي في اكتف ماسيف بليدنج ملهاش حل، هو اجيب البلد واعلقه على طول خلاص لازم واوقف كنترول السورس اوف بليدنج. مهم جدا ان انا ازود الاف الاف اوقات الاكتف بليدنج ازود الاف اي او تول 100%. ليه؟ لان انا ده بيزود لي امبروف التشو اوكسجين ديليفري اوكسجين ديليفري للتشو. انا لما ببقى عندي مشكله وعندي بلاد لوس هيحصل انيميا، الاولها الانيميا انا عشان اوصل اكسجين ديليفري للتشو كويس وامنع التشو ديسوكسيا مهم ثلاث ايتم، ان انا يبقى في اكسجين داخل في اللنج. تمام، فانا بزود الاف اي او 2 100% عشان ازود نسبه الاكسجين اللي في اللنج. الاكسجين ده بيروح للبلاد كاري بالهيموجلوبين ويتنقل للتشو، فانا مهم ان انا امنع الانيميا عشان يبقى فيه هيموجلوبين اديكوت انف ان هو يكاري اكسجين عشان يوصله للتشو. البلاد ده بيمشي بالسيركيليشن عن طريق الكاردياك اوتبوت يوصل للتشو ويديليفر الاكسجين للتشو، فانا مهم جدا ان انا منتين الكاردياك اوتبوت وامنع الهايبوتنشن والشوك عشان اقدر اوصل الاكسجين ديليفري للتشو واحسن التشو بيرفيوجن. تمام، consider reduce the dose of anesthetic agent administered. لو انا هنيم العين ودي انستيزيا اقلل كل الدوزز بتاعي. مهم جدا جدا ان انا استخدم الاديشنال equipment زي الرابيد انفيوجن ديفايس، السيل سيفر، البلاد وورمر ديفايس او الاي في فلويد وورمرز.
خلاص مانداتوري بالنسبه لي افويد الليثال تريات بتاعه تروما. اللي هم ايه الليثال تريات بتاعه تروما؟ الاسيدوزس، الكواجلوباسي، الهايبوثيرميا. ليه؟ لان انا الريسستيشن والدامج كنترول سيرجري لقوا ان هو بيمينمايز الاسيدوزس والكواجلوباسي والهايبوثيرميا، فده بيقلل الريسك اوف بور اوت كوم ويحسن الاوت كوم. هنشوف دلوقتي بقى كل حاجه من دول وازاي هاو تو افويد والمانجمنت بتاعها. لو حصل كواجلوباسي هاو تو افويد، الاسيدوزس والميتابوليك اسيدوز الاسيديميا اقدر افويد ازاي، والهايبوثيرميا هاو تو افويد. تمام. انا نبدا اول حاجه الكواجلوباسي بتاع التروما او الاكيوت كواجلوباسي اوف تروما. دلوقتي اول ما يحصل تروما بيحصل عندي انفلاميشن وانفلاماتوري ماركرز بتطلع، ولو في اذر ديسيز في البيشنت، لو البيشنت ماشي على ميديكيشن بتعمل انتي كواجليتد، بيشنت ماشي على انتي كواجليشن، عنده جيناتك مثلا، عنده بليدنج ديس اوردر، كل ده بيعمل لي كواجلوباسي نتيجة الانفلاميشن والانفلاماتوري ماركر اللي بتاع. طب التروما عملت لي هيمرج، الهيمرج هيعمل لي انيميا، الانيميا وقلة الهيماتوكريت، ديكريز الهيماتوكريت هيقلل لي البليتلت مارجناليزيشن وهيعمل لي نيجاتيف امباكت على البليتلت اكتيفيتي، فهيدخل البيشنت في كواجلوباسي. طب انا في اكتيف هيمرج بدأت اعمل له ريسسيتيشن، ودي رابيد اي في فلويد، الرابيد اي في فلويد ودي كميه فوليوم اي في فلويد كتير، هيعمل لي ديليوشن كواجلوباسي، ولو اديته كولد هيعمل ديليوشن مع هايبوثيرميا ويعمل لي كواجلوباسي. الهايبوثيرميا هتقلل البليت فانكشن وتعمل لي كواجلوباسي، الكواجلوباسي نفسه هيزود لي الهيمورجي تاني. فانا شايفين داخلين في فيجوالز بلادي سيركل. تمام. يعني الكواجلوباسي هيزود الهيمورج اكتر. طب الهيمورج هيدخلني في شوك، زياده الهيمورج اكتر هتدخلني في شوك. طب انا شوك هلاقي البيشنت شوك، هبدا اعمل ريسسيتيشن، هعمل ديليوشن للكواجليشن مارك فاكتور، ولو هي رابد اي في فلويد هتعمل لي هايبوثيرمي، هتدخلني في كواجلوباسي، والكواجلوباسي يزود الهيمرج اكتر والشوك اكتر. شايفين الفيجوال سيركل. طب الشوك نفسها والهايبو بيرفيوجن للتيشو هيدخلني في انيروبيك ميتابوليزم، هيزود لي البرودكشن بتاع اللاكتيك اسيدوزس، هيدخل البيشنت في اسيديميا وميتابوليك اسيدوزس، فهيدخل لي في كواجلوباسي. فانا مهم جدا عشان امنع الاسيدوزس وقت الشوك ان انا ادي فلويد وبلاد وستوب السورس بتاع البليدنج، واعمل سيريال سيرم لاكتيت والبيس ديفيسيت عشان اعرف الريسبونس بتاع الاي في فلويد والريسسيتيشن اللي انا بعمله ده بيتحسن ولا لا، السيرم لاكتيت بتقل والبيس ديفيسيت بيتحسن ولا الدنيا لسه محتاجه ريسسيتيشن. انا البيشنت بتاع الشوك الاول بيبقى فيه ريسبيراتوري الكالوزيس من التاكيبني، وبعد كده من البور بيرفيوجن والانيروبيك ميتابوليزم اللي بيحصل بيدخل في ميتابوليك اسيدوزس، وبتزيد الميتابوليك اسيدوزس مع وورسنينج الشوك والهايبو بيرفيوجن للتشو. فانا لو لقيت بيشنت شوك في هيموراجيك شوك او هايبوفوليميك شوك وفي ميتابوليك اسيدوزس، ما صلحش الميتابوليك اسيدوزس ده ان انا ادي صوديوم بايكارب، ممنوع. اصلح الاول التيشو بيرفيوجن والكوز بتاع الشوك او في السورس بتاع البليدنج، ادي بلاد وفلويد وفازوبريسور واشوف الريسبونس بتاعي، هي الميتابوليك اسيدوزس هتتصلح لوحدها، مش محتاجه ان انا ادي صوديوم بايكارب عشان اصلح الميتابوليك اسيدوزس، لان الميتابوليك اسيدوزس ناتجه عن الهايبو بيرفيوجن بتاع التيشو الهايبو بيرفيوجن اللهم بارك يا رب، الهايبو بيرفيوجن والشوك. تمام. والانيروبيك ميتابوليزم هي اللي بتعمل لي الميتابوليك اسيدوز. فوانس ان انا اديت فلويد وبلاد وستوب السورس بتاع البليدنج، اجي اعمل سيرم لاكتيت ليفل هلاقي الدنيا بتتحسن والهايبو بيرفيوجن بيتحسن والتيشو بيرفيوجن بيتحسن معي. خلاص. فالشوك هتعمل لي اسيدوزس، هتعمل لي كواجلوباسي، الكواجلوباسي هيزود الهيموريدج يزود الشوك، دخلنا في فيجوال سيركل. كمان الشوك هتعمل فايبرينوليسيس وكونسامبشن اوف الكواجليشن فاكتور، هتعمل الاكيوت كواجلوباسي في التروم.
تمام، شفتوا الفيجوال سيركل دي كلها داخله في بعضها. فانا مهمه ان انا افويد الليسا التريات زي ما قلنا، اللي هم الاسيدينيا، الهايبوثيرميا، الكواجلوبسي، والاسيدوزس، الهايبوثيرميا، الكواجلوبسي. تعالوا بقى ناخد واحده واحده، هاو تو افويد، هاو تو بريفنت تريت الكواجلوبسي. ان انا ادي بلاد زي ما قلنا، نعمل بالانسد ترانسفيوجن اوف بلاد وبلاد برودكت 1 تو 1 تو 1 ريشيو، ده بيحسن الكواجلوبسي. مهم ان انا ايرجنتلي اخد بلاد سامبل وابعتها للبلاد بانك وماركت از ايرجنت، اخد اي بي جي عشان السيروم لاكتيت والبيس ديفيسيت، اخد كومبليت بلاد كاونت او فول بلاد كاونت عشان اشوف الهيموجلوبين، الهيماتوكريت، البليتليت كاونت، اخد سامبل على جروب اند سكرين او كروس ماتشد، اعمل سيروم الكترولايت. الكواجليشن بروفايل مهم بطريقه فظيعه في حالات الماسيف بلاد لوس، ان انا اشوف البي تي، بي تي تي، الاي ان ار، البليتليت كاونت، كل ده should be performed every 30 minute، وفي من 30 ل 60 minute على حسب الاونجوينج بلاد لوس. ويا حبذا ويا سلام لو انا عندي البوينت اوف كير تيستنج اللي هي الثرومبو الاستوجرام او الروتاميتر، ده حلو جدا، بيبقى اكستريملي يوسفول، لان انا بعمل عن طريقه باخد البلاد سامبل ايدنتيفاي ايه الفاكتور اللي ديفيشنس فاكتور ديفيشنسي وبقدر اعوضه، وايرلي ديتكت للدي اي سي وايرلي مانجمنت للدي اي سي. تمام، مهم ان انا برضو عشان اعمل بريفنت تريتو وتريت الكاجلوبسي ادي الترانكزاميك اسيد انتي فايبرينوليتيك. الراندمايزد كنترول ستادي لما اتعملت لقوا ان انا اما اعمل امدي الترانكزاميك اسيد في البري هوسبيتال انفايرمنت ده بيحسن السرفايفل ويحقق فيري جود اوت كام، بيمبروف الاوت كام، وخصوصا لو اتاخد الترانكزاميك اسيد وذين 3 اور اوف تروما، ده بيحسن السرفايفل ريت جدا. ف الترانكزاميك اسيد يفضل ان هو يبدا في البري هوسبيتال انفايرمنت، لو ما بداش يبقى يفضل ان هو يتاخد وزن 3 اور اوف تروما. الفيرست دوز بدي 1 جرام اوفر 10 مينيت، وبعد كده فولو اب دوزز 1 جرام جيفن اوفر 8 اورز، ده الدوز بتاع الترانكزاميك اسيد. طب الريكومباينانت فاكتور 7 او النوفو 7، هل له رول؟ اه له رول، بس نوت وزاوت ريسك، يعني اخلي بالي قوي، لان الريكومباينانت فاكتور 7 بيعمل ثرومبوزس ويزود الريسك اوف ثرومبوزس في البيشنت اللي عندها ات هاي ريسك اوف ثرومبوس. لازم ديسكشن مع الهيماتولوجيست. طب الدوز بتاعته ايه ودي امتى؟ الدوز بتاعته 90 مايك بير كي جي اي في. جيفن لو انا السيرجيكال بليدنج كنترول والبي اتش اكتر من 7.2. لو انا عملت كنترول للسيرجيكال بليدنج وعمال ادي بلاد وبلاد برودكت بلازما بليتليت 1 تو 1 تو 1 ريشيو وديت ترانكزاميك اسيد وكنترول السورس اوف بليدنج ولسه في مايكروفاسكولار بليدنج او اوزنج، مش بليدنج، مش مايكروفاسكولار، مش سيرجيكال بليدنج، لا مايكروفاسكولار بليدنج او اوزنج، يعني انا شكل البيشنت دخل في دي اي سي وانا مثلا اديت 8 ل 10 يونت بلاد ولسه ستيل اون جوينج مايكروفاسكولار بليدنج يعني في اوزنج، ابدا ادي الريكومبيننت فاكتور 7 او النوفو 7، بديه زي ما قلنا 90 مايك بير كي جي اي في، وديه ويز كوشس ان بيشنت ات هاي ريسك ثرومبوزس وديسكاس مع الهيماتولوجي. وهنشوف دلوقتي الحاجات اللي انا بديسكاس برضو مع الهيماتولوجي، ان انا ايه الحاجات اللي انا بحتاج ان انا اكلم الهيماتولوجيست فيه. وابدا الانيشال دوزز في البلاد والبلاد برودكت، امتى علق بلاد وامتى دي بلازما، امتى دي كرايو فايبرينوجين بليتلت، لها كلها جايد لاين. زي ما قلنا البلاد ترانسفيوجن نوت اونلي ريستور الانترافاسكولار فوليوم والاكسجين ديليفري للتشو، بات اولسو امبروف وريفيرس الكواجلوباسي والاسيدوزس والهايبوثيرميا اللي هي بيرفيرس الليثا التريات بتاع الترو. خلاص في حاجات كده خلاص مسلمات، انا الهيموجلوبين عندي بعت بلاد سامبل الهيموجلوبين عندي ليس ذان 7 خلاص ملهاش حل، قولا واحدا هدي بلاد. خلاص فوق ال 10 قولا واحدا مش هدي بلاد. تمام، طب بين السبعه والعشره اللي هي الثمانيه والتسعه، ده بقى هي جراي زون، يعني
متروكه للكلينيكال ايفالويشن بتاعتك انت. يعني انا مثلا اقل من 7 خلاص انا كده كده هجيب بلاد وهعلقه، اكتر من 10 خلاص مش محتاجه البلاد لو الهيموجلوبين اكتر من 10. لو لسه لقيت بقى من 7 8 9 ولسه في ongoing bleeding والبيشنت لسه هيموديناميك مش ستيبل، ممكن اعلق بلاد. لقيت البيشنت ستيبل وانا عملت جود كنترول للسورس اوف بليدنج وما فيش لايبيليتي لبلاد لوس تاني او السيرجيكال بليدنج تانيه، خلاص والبيشنت هيموديناميك ستيبل وساتسفايد بالريساستيشن بالكريستالويد مثلا، اديت 1000 رينج وورم رينجر لاكتيت ولقيت الدنيا ستيبل معايا والبيشنت هيموديناميك ستيبل ووقف السورس بتاع البليدنج خلاص وانا الهيموجلوبين بتاعي 8، خلاص انا مش محتاجه ادي بلاد. ده يعني سابوها بقى جراي زون على حكمك انت انترا اوبرتيف والكلينيكال سيتويشن سيناريو اللي عندك ان انت تدي او لا. بس اقل من 7 مانداتوري هدي، اكتر من 10 مش هدي. خلاص الريت اوف ادمنستريشن جايدد باي ريت اوف بلاد لوس. حته ان انا ادي كالسيوم مع البلاد ترانسفيوجن ولا لا، قالوا ان ال unnecessary use of calcium intravenous harmful اكتر من انه بيفيد. فلازم ان انا ادي كالسيوم كالسيوم جايدد باي ميجرمنت اوف ايونايزد كالسيوم، يعني انا ببعت الكترولايت واشوف الايونايزد كالسيوم قليل ببدا ادي بلاد. لا وكونسيدر برضه ان انا ادي كالسيوم كلورايد افتر 2 ل 4 يونت اوف بلاد وجايدد زي ما قلنا بالميجرمنت اوف ايونايزد كالسيوم. خلاص طب الاي ان ار اقل من 1.5 بدي فريش فلوزن بلازما الدوز بتاعها 15 ل 20 مللي بير كي جي. الفايبرينوجين اقل من 1 بدي 2 باج. لو البليتلت اقل من 50 بدي 1 ادلت ثيرابيوتيك دوز. خلاص ده كده البلاد والبلاد برو. قلنا مهم ان انا ديسكاس ويز هيماتولوجي هيماتولوجيست لو نون سيرجيكال ان كنترولد بليدنج. احنا قلنا في حته النوفو 7 لو البيشنت ات هاي ريسك ثرومبوز اديسكاس ويز الهيماتولوجي. برضه النون سيرجيكال ان كنترولد بليدنج يعني مثلا في فاريسيال بليدنج وانا فاريسز وانا ان ريسبونسيف لل باكد ار بي سيز وبليتليت وبلازما، انا عماله دي في بلاد وبليتليت بلازما وان ريسبوند. الانتي كواجليتد بيشنت البيشنت اللي عندهم انهيريتد بليدنج ديس اوردر، حته السيكوال بتاع الماسيف بلاد ترانسفيوجن زي مثلا الهايبوكالسيميا والهايبركاليميا بعالجها ان انا بدي سلو اي في انجكشن اوف 10 ام ال كالسيوم كلورايد 10% سلو. اخر حاجه بقى في الليسال تريات بتاع الكواجلوباسي اللي هي الهايبوثيرميا، قلنا عرفنا ازاي هاو تو افويد الاسيدوزس والميتابوليك اسيدوز والكواجلوبس. الهايبوثيرميا الهايبوثيرميا مهمه جدا لانها ما تعملش كواجلوباسي، فانا مهم ان انا افويد الهايبوثيرميا. طب ايه الكوز بتاع الهايبوثيرميا في البوليتروما بيشنت؟ اول حاجه واهم حاجه ان انا عملت اكسبوجر للبيشنت وانا بعمل البرايمري سيرفي والبيشنت دخل مني في هايبوثيرميا، ما حاولتش افويد البيشنت افويد الهايبوثيرم. ان انا اديت مثلا رابيد انفيوجن اوف كولد اي في فلويد او بلاد وبلاد برودكت كل ده يدخلي في هايبوثيرميا. حته التروماتيك برين انجري التروماتيك برين انجري لو في بيبقى عندهم لوس اوف هيت ريجوليشن ولو في امبيرد شيفرنج، لو عندي ديكريز تيشو بيرفيوجن حالات الهايبوتنشن الانيميا الشوك كل ده بيبقى لايبل للهايبوثيرميا. السباينال كورد ترانسكشن حالات التروما كل دي هتعمل لي هايبوثير. طب ازاي بريفنت الهايبوثيرميا؟ ان انا استخدم فورسد اير وورمر ديفايس زي البير هاجر مثلا، اللي انكريز الامبيانت روم تمبريتشر، انفيوز الاي في فلويد انفيوزنج فيا فلويد وورمر استخدم الورمر وورمنج اي في فلويد ديفايس. ده كده الهايبوثير. طب انا عملت افويد الهايبوثيرميا والكواجلوباسي وعملت دي اي في فلويد بلاد ترانكزاميك اسيد نوفو 7 كريستالويد كنترول السورس بليدنج، ايه اللي يقول لي ان البيشنت اتحسن ويقول لي خلاص كده ستوب كده البيشنت بقى كويس مش محتاج حاجه تاني؟ ايه الجول اوف ريسستيشن او الاند بوينت اوف ريسستيشن؟ ايه اللي يقول لي ان البيشنت كده بقى هيموداينامك ستيبل ومش محتاج اكسسيف ريسستيشن تاني او سكسيسيف ريسستيشن؟ ان السيستوليك بلاد بريشر يبقى مينتيند بتوين 80 تو 100 وال
ده في النورمال بيرسون البولي تروما العادي، انما في التروماتيك برين انجري مينتين المين ارتيريال بلاد بريشر اكتر من 80 زي ما قلنا. في العادي بعتمد على السيستوليك، انما في التروماتيك برين انجري اعتمد على المين ارتيريال بلاد بريشر مور ذان 80 اللي هو السيستوليك من 100 ل 110 اكتر شويه من النورمال بيرسون عشان مينتين السيريبرال بيرفيوجن وامنع السكندري برين انجري. الهارت ريت less than 120 والاكسجين ساتوريشن more than 95 والهيموجلوبين ليفل زي ما قلنا من 7 ل 10. الاي ان ار less than 1.6، اللاكتيت less than 4، البي اتش more than 7.2 والبيز اكسس more than negative 6، الفايبرينوجين more than 1.5 جرام، البليتليت فوق ال 50000، الكور تمبريتشر above 35 degree centigrade والايونايزد كالسيوم more than 1.1. كده لو الفولفيل الايتم دي يبقى انا كده حققت الجول بتاع الريسستيشن، وكده البيشنت هلاقيه اكيد فايتال ستيبل وهيموداينامك ستيبل ان شاء الله. وبكده يبقى خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله. ونكمل المره الجايه بقى نبدا بقى الاير واي، بعد كده البريزنج، بعد كده السيركيليشن والديسابيليتي، وبعد كده السكند سيرفي، واحده واحده لغايه ما نخلص البولي تروما بيشنت، كل حاجه عن البولي تروما بيشنت باذن الله. محاضرتنا كده خلصت النهارده، اتمنى اللي استفاد حاجه يدعي لي ويدعي لوالدتي ووالدي بجنات الفردوس الاعلى بدون حساب ولا سابقه عذاب، وان شاء الله مكملين معاكم ودعوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.